بتوجد بعض الآيات الموجودة في الكتاب المقدس التي تدعو إلى العنف والإرهاب، مثل الآية الشهيرة جدا المنسوبة للسيد المسيح الذي يقول فيها: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، وغيرها بقى من الآيات المشابهة، فضلا طبعا عن حدوث العديد من أعمال القتل والعنف والإرهاب بل وحتى التعذيب باسم المسيحية تجاه أصحاب المعتقدات الأخرى وخصوصا اليهود والمسلمين، كما حدث في محاكم التفتيش الشنيعة واضطهادات اليهود المتكررة عبر التاريخ بسبب طبعا اتهامين بصلب يسوع، وأيضا بقى الحروب الصليبية وغيرها من الحروب الدينية، بجانب بقى بعض الانتقادات الأخرى لنظرة المسيحية للمرأة وكذلك عدم نبذ العبودية، والأهم طبعا موقف المسيحية المغزي من العلوم والعلماء.